التظاهرات في مصر كان لها ردود فعل دولية في وقت لا يزال الصمت العربي مطبق. بعض القادة الدوليين استنكروا كل أعمال العنف التي تقع خلال التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال: نحن مهتمون أن نرى مصر دولة مزدهرة ومستقرة وديمقراطية، ولكن كيف لنا نصل إلى ذلك؟ الحل هو بيد السياسيين والشعب المصري. ليس من المفيد أن نقدم أي اقتراحات خارجية، ولكني أود أن نكرر مرة أخرى أن القوى السياسية المصرية يجب أن تجد حلا واتفاقا فيما بينها. وفي كلمة له رئيس الوزراء البريطاني تطرق إلى الأوضاع التي تشهدها مصر، وقال إن بريطانيا تقف إلى جانب من يريد الحرية في مصر والذين أرادوا الديمقراطية وحقوق الإنسان. الإصلاح السياسي هو المطلوب وليس القمع، وهذا ما أوضحته في كل الاتصالات التي أجريتها مع الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء المصري. المفوضية الأوروبية أعربت عن استعدادها لزيادة معونتها للمصر للمساعدة على القيام بعملية الانتقال السياسي، وذلك غدا إعلان الرئيس مبارك أنه سيبقى في السلطة حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.